لا أنا ماني جاية معك أمير، أنا ضبيت أغراضي لأنه بدي أترك البيت وروح. خلاص ريحان بقى، خلينا نبعد شوي وناخد إجازة ننسى فيها كل هالهموم. ليش عم تسكريها بوشي؟ ليش مو قبلانة تحاولي؟ هاتي لشوف. تركها بترجاك، لا تصعب علينا. ليش؟ ليش كل هالأصرار هاد؟ لأنه الحب يلي بيناتنا، يعني قصدي حبي، مو كافي لأبقى هون. حبك مانو كافي لحتى تبقي هون؟ عن جد؟ حبك أنتي؟ بس أنا شايف الحب الكبير يلي بعيونك وما فيك تكذبي علي. ريحان أنا ماني مصدق، في شي ما عم بتقولي. ما رح خليكي تروحي على مكان قبل ما أسمع منك الحقيقة. تفضلي. شو عم تساوي؟ أمير اترك لي إيدي، ما فيك تعمل هيك. قلت لك بدي روح. وأنا عم قلك ممنوع. نسياني إنك مرتي وما فيك تروحي قبل ما تفسري لي شو اللي عم بيصير. أنا حقي أفهم الموضوع، رح أضلك بهاي الغرفة لتقلي لي السبب الحقيقي وتقنعيني فيه. أمير أنت هيك كتير عم تعقد الأمور، نحنا ما عاد فينا نكمل مع بعض، فهمني، ما فيك تخليني بالقوة، بدي أمشي. لا مانك رايحة، أنت مانك طالعة من هون. هذا الباب ما رح يفتح لتحكي الحقيقة وتعطيني تفسير منطقي. لا تعمل هيك بترجاك، يلا افتح لي. يلا عم بسمعك، قولي الحقيقة، شو صار ومن وين طلعتي لي بقصة الطلاق؟ قلت لك الأسباب يلي عندي وما عندي شي تاني لحتى أقوله، خلص اتركني. قلت لك ما رح تطلعي. خليك منطقي، ما فيك تخليني هون بالقوة. خليني منطقي؟ أي منطق بعد اللي أنت عم تقوليه؟ ها؟ بدك ياني اتصرف بشكل منطقي وانت فجأة قررتي انه ما عاد بتحبيني وبدك تتركيني؟ خلص تقبل الموضوع، كل هادي اللي عم تعمله ما رح يغير شي لاني ما رح اتراجع. لا اتقبل الموضوع، بدك تحكي وتقنعيني، بدي اسمع سبب منطقي. فهميني ليش هيك عم تعملي فينا، جاوبي. ما بدي احكي بالموضوع، انا بس بدي روح. لا انت رح تبي. مفكر انه رح اغير قراري اذا حبستني هون؟ لا، قراري نهائي. وأنا كمان قراري نهائي، ما رح أسمح لك تطلعي من هالغرفة لحتى تقرري تحكي وتفهميني شو اللي صار معك فجأة وقلبك هاي القلبة هيك. يا ربي دحيلك رح جن، إذا ما حكيتي بدك تجنيني. ما رح خليك تروحي، بدي أعرف شو هو سبب قرارك وإلا ما إلك طلع من هون، عم تفهمي؟ هاي الوردة من وين اجت؟ مفكرة انه انا اللي جايبة؟ شو صاير؟ هاي الوردة تبعي معك؟ هاي إلك؟ ايه، انا عجبتني وقطفتها من الجنينة الصبح، كنت بدي حطها بالمي بس التهيت ونسيتها، حتى اني نسيت وين حطيتها. نارين فكرت اني جايب لها اياها. معناها هي شافتها هون على الطاولة قام فكرت انه إلها. ما بعرف ليش عصبت وحملت حالها وراحت. بعدين ممكن انا مثلا جيب بس وردة وحدة؟
لا تحاولي، ما رح تطلعي. شو هو اللي بيخليك تقرري وتتركيني هيك وتضبي غراضك وتمشي من دون ما تطلعي وراكي؟ جاوبي! شو عم بيصير؟ عم بسألك، جاوبي! ها! لعيمة ناوية تضلك ساكتة؟ أنا هلأ بدي أعرف ليش قررتي تطلبي الطلاق؟ إذا ما حكيتي رح جن! هاي الصحافة ما بتحملها! طلعي! شوفي الحالة اللي نحن فيها! مبين على وشك إنك مشبورة! مو بس عم تكذبي علي، عم تكذبي على حالك كمان! بعرف ما بدك تطلعي! ما رح أفتح لك حتى لو بدي خليكي هون كل حياتك! شو هالجنان؟ شو هالجنان؟ طلعي! أنا بهاي الحالة بسببك! ما فيكي بلحظة تكوني بهاي القسوة! ما فيكي بثانية تقرري تفرطي بحبنا وتتخلي عنه! ما فيكي بجنانك تدمري حياتنا! قلت لك إنه أنا تعبت، بعدين أنا ما عاد عندي طاقة لحتى أحاول أكتر وأتحمل. أنا تعبت، هذا الحب استهلكني، كل الوقت عم حارب كرماله بس ما عاد عندي القوة لحتى حارب. أنا انتهيت. مستوعبة هذا الحكي اللي عم تقولي؟ لا ريحان، لا لا، بكفي، هذا اسمه ظلم. اسكتي. يعني بعد كل شي عملته وضحيته كرمال حبنا وكرمالك انت بتقرري تكافئيني بهذا الحكي اللي مانو مقبول؟ هذا اللي بستاهله منك بالنهاية؟ هلأ هذا اللي انا بستحقه؟ جاوبيني! مليكة اركضي بسرعة، الدنيا مقلوبة، امير معصب وجانن. خير ان شاء الله. ريحان احكي اللي عندك، قولي قولي بقى. رح جن، بكفي، بترجاكي عالي، ما عاد عم يستوعب ليكي كيف صارت حالتي، ارحميني بقى. ما في سبب للي عم تعمليه، اكيد صاير شيء انا ما بعرفه، من حقي اعرف الحقيقة. إذا كنت عن جد بتحبني اتركني امشي أمير، افتح لي واتركني روح. إذا كنت بتحبني لا تعذبني أكتر من هيك. انت اللي عم تعذبينا مو انا. على فكره حتى لو كنت اسوأ زوج بالعالم بستاهل انعطى فرصه ثانيه. ما فيك تكوني انانيه وتمشي بهالبساطه. معقول حبنا وزواجنا ما بيستاهل نحاول؟ جاوبيني. يعني انا سيء لدرجه اني ما بستاهل فرصه صغيره؟ ها، كنت عم هينك كل يوم، نسيتي كل هذا الحب، نسيتي كل الوعود اللي وعدتيني اياها؟ لا، المشكلة فيني أنا مو فيك أنت أمير. إنك تعبتي هذا أبداً مانو عذر مقبول. ما تكذبي ريحان، ما تكذبي، في عندك سبب تاني وإنتي مانك عم بتقوليه. لتكون أمي إلى علاقة، أمي إلى علاقة بالقصة؟ أكيد إلى علاقة وعم تكذبي من شان ما عصب مو؟ يلا أحكي. ما رح تجاوبي، ما بيحقلك تطلقي وتتركيني بلا جواب. إذا ما قنعتيني ما في قوة رح طالعك من هالبيت، عم تفهمي علي؟ من حقي أعرف الحقيقة، ما فيك تحملي حالك وتمشي وتتركي كل هاي الأسئلة براسي، عم تفهمي؟ يلا قولي احكي، وما عاد تقليلي كلمة تعبت وهالعلاك هاد. اسمعي أنا بجن إذا ما عرفت السبب، لسه من يومين كانت أمورنا تمام، من وين طلعتيني بقصة الطلاق؟ يلا ريحان احكي، بحق لي اني اعرف ليش فجأة قررتي تتركيني وتدمري حياتنا. ما
معلش تقولي لي لسه كم شخص ناوي انك تدمري حياتهم بسبب غبائي؟ امتى ناوية ترجعي على اللعنة اللي اجيتي منها؟ تفرجي. مشان الله لا، مشان الله اطوس، لا 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 لا. أمير بسبب حضرتك قتل زلمة وصار مجرم. إذا أمير عرف باللي صار، برأيك إذا أمير عرف إنه هذا الزلمة مات، ما رح يروح فوراً ويسلم حاله؟ ما رح يستنى ولا ثانية؟ مو هيك رح يصير؟ المقطع صار عندي، يعني إذا بدك طبعاً فيني ورجي للشرطة. يا أما بتحطي عقلك براسك وبتنفذي طلباتي، بدك تتطلقي من أمير وتنقلعي من هذا القصر، القرار عندك. حرية أمير صارت بإيدك هلأ. فهمتي؟ لو بدك تقضي عمرك هون كله بهاي الغرفة ما رح خليكي تطلعي لتحكي. لا، أنا لازم أطلع أمير، وأنا لازم أعرف الحقيقة. يلا اقنعيني وبعدين بطالعك. يا ترى بيرضيكي أمير يعفن بالسجن وتتدمر حياته بسببك؟ يا زواجكم يا أما حريته. رح تضلك ساكتة؟ جاوبيني ريحان، احكي. حرية أمير صارت بإيدك هلأ. لا 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 لا، أنا لازم أطلع من هون، لازم لاقي شي طريقة، بدي أطلع، بدي أروح. لا تحاولي، ما رح أفتح لك. يا ربي. ما بدك تحكي؟ يا الله يا الله، لا لا لا. أنا بدي أهرب، لازم أطلع من هون. حاج تتهربي أحسن لك. اسمح لي ادخل لأطمن عليها، ما تكون جرحت حالها. أمير يلا تعا معي شوي. حبيبتي يا
على هالحركات هو مفكرني بنت هبلة. قال شو جاب الوردة لهون؟ على أساس مو منه، بس ما بيقول مني. مين بده يجيبها غيره لكان؟ راح الشغل ونسي موبايله مثل العادة. شو حرقت ايدك؟ حتى لو حرقتها فهي ايدي، انت مالك علاقة. ايه فعلا الحق علي لاني انا عم بسألك. شو حابب تحكي؟ لا. امتى ما حسيت حالك انك قدران تحكي وبحاجة حدا فانا جاهزة اسمعك؟ بس معلش اسألك سؤال، انا دائما لما كنت شوفكن مع بعض كنت شوفكن مثال للحب والتفاهم. بهالحياة مو سهل نلاقي حب حقيقي، لهيك المفروض انه ما نتخلى عنه ابدا. امير، حلوا مشاكلكن، خلوا الحب ينتصر. هلأ روق واهدى وكل شي بينحل. من البداية من البداية ما كان لازم نكون سوا. انتي شو عم تقولي؟ أنا بدي أتطلق. حبيبتي فهميني شو عم بيصير؟ شو سبب المشكلة؟ شبكون؟ مشان الله لا تسأليني شي، ماني قدراني أحكي ولا كلمة. طيب مثل ما بدك، أنا رح نظف الأرض وأنتي غسلي إيديكي ووشك وروقي. زينب يلا تعي سعديها لريحان. تعي غسلي وشك. يلا. أمير
شو صاير بيناتكم؟ من وين طلعت هاي سيرة الطلاق؟ لا تسأليني ولا سؤال. أمير، طيب ما رح أسألك، بس على الأقل اسمع الحكي اللي بدي إلك إياه. من زمان أنا غلطت مع ريحان وقسيت عليها، كسرت لها قلبها، أنا بعترف. إذا كانت رجعتي ووجودي هو اللي مضايقها، اصحك ما تقلي. إذا أنا السبب بترك لكم البيت وما عاد تشوفوني أبدا، لأنه أهم شي حياتكم. أنت ما دخلك، ما حدا دخله بهالموضوع هاد. معناها إن شاء الله تكون قالت هالكلمة بلحظة تعصيب، لأنه رح أزعل إذا اختلفتوا. استقراركم وحياتكم هن الأهم. بدي روح. وانت بهي الحالة؟ بدي اخذ نفس وحابب ابقى لحالي. يلا عن اذنك. امير، سوق على مهلك. القصص بتصير بأي زواج، لا تقلقوا تاكل هم، أكيد رح يتصالحوا. أي اتنين بتصير بيناتهم مشاكل صغيرة، أمير وريحان بيحبوا بعض كتير، من هون للمسا رح تكون محلولة المشكلة. خلص لا تعملوا هيك، صدقوني ما في داعي للبكي. ريحان لا تزعلي حبيبتي، روحي لعند أمير وصالحي. ريحان، شو اللي صاير بنتي؟ من وين طلعتي بسيرة الطلاق؟ الله يهديكي، معقول اتنين بيحبوا بعض مثلكن يجي وقت ويحكوا بسيرة الطلاق؟ تجاوزتوا أيام صعبة كتير من قبل، معقول تجي هلأ وتضعفي وتكسري له قلبه لأمير؟ كيف طابعك قلبك تقوليها؟ بعدين خالك بيهون عليك تكسري قلبه؟ اهدي شوي ريحان، بفهمك، بجوز هي مانا حابة حدا يتدخل بيناتن، وأكيد بالنهاية رح يلاقوا حل. ما ايه عفواً، بس أنا عم بحكي هذا الحكي لمصلحتن. بعدين ريحان مو بس كنتي، أنا بعتبرها بنتي. مو معقول شوفها عم تدمر حياتها وحياة أمير وما اتدخل. ريحان بترجاكي، إذا إلي خاطر عندك راجعي حالك وفكري بقرار الطلاق مرة تانية. المفروض هيك قرار ما يتخذ وأنتم معصبين ومتوترين كرمالي. عن إذنكم. لحظة ريحان، معليش اتركيها خليها لحالها بتفكر برواق. متأكدة إنه رح تراجع حالها؟
كلياتنا غلط. من البداية ما كان لازم نكون سوا. انت شو عم تقولي؟ انا بدي اتطلق. لك ليش؟ ليش؟ انا رح جن. لازم يكون الجواب عنده. بدي اعرف الحقيقه. مسال صار لازم جيبها. انت لا تتعب حالك، انا رح روح جيبها وبعدين بدي اخذها على الجنينه تلعب. ناجي رايح معنا، بياخذنا ويرجعنا. منيح، خليه يضل معكم وانتبهي عليها. ما بدي توصايه، بس بدي اقول لك حضرت الاكل. اقعد انت ونارين كلوا على رواق. ايه يلا جايه ناجي. امير اهلا وسهلا. امير خي صاير معك شي؟ يلا روحي بلا ما تتاخري. تفضل. شبك مو على بعضك؟ نارين بالبيت. ايه بدي احكي معها ضروري. بشو بدك تحكي معها؟ ريحان طلبت مني الطلاق اليوم. مسكينة على هالحظ، يا حرام ما لحق يفرح قلبك ولا تتهني بهالغرفة ولا حتى ساعة واحدة. جاهدة خانم. خرسي، ما كنت حبة لأمك، بس بالنسبة لإلك مو طايق أشوفك. أنتي ما بتليقي بأمير ولا حتى بتليقي بهذا البيت كمان. كتب الكتاب مستحيل يصير، وبعد يلي قلته ما بدي أسمع كلمة عم تطلع من تمك. وإذا كنتي مفكرة تقولي لا، فجهزي حالك للي جاي، لأنه هالبيت رح يكون جهنم عليكي ورح تدوقي عذاب ما بتتخيليه. إذا مفكرة تدمري حياة ابني، أنا رح دمر حياتك. كوني واثقة، إذا ما تراجعتي عن هالزواج رح خليكي تندمي. عم تفهمي علي؟ عم تفهمي علي؟ أنا نبهتك من قبل، من هلأ رح تكوني مسؤولة عن يلي رح يصير فيكي. أهلين فيكي بجهنم. اللي بيناتكن انكسر مثل هالقزاز وما عاد في شي صلحه. كأني شفتك عم تحكي مع حالك ولا غلطانة؟ كنت عم بدعيلن مشان أمير وريحان. إن شاء الله غيمة سودة وبتعدي وبيرجعوا أحسن من قبل. هلأ بصراحة فاجأتيني، ما توقعت منك هالموقف. واقفة عم تدعيلن واهتمامك وحديثك مع ريحان قبل شوي كمان. أو يا حبيبتي، نحن كلياتنا تجاوزنا مصايب كبيرة بغيابك، كلياتنا تغيرنا
وأنا الحياة عطتني درس وعلمتني إنه ما في شيء بالدنيا أهم من العيلة. أنا كتير تغيرت وصار هوسي بهالحياة حافظ على عيلتي. يعني تقبلتيها لريحان ما هيك؟ بتقبلها وبحطها فوق راسي طالما إنها عم تسعد ابني. يعني كرمال ابنك تقبلتيها؟ الأم بتعمل كل شيء كرمال ولادها. يعني ما حبيتي ريحان من قلبك؟ أو يا لا تواخذيني، بس أنا عندي شغلات أهم لازم أعملها. حكمة قاعد لحاله كتير عم ينقهر لما ما عم يكون معه حدا. شو اللي صاير أمير؟ ولا شي. هي من نص الدنيا طلبت الطلاق. اللي عم تقوله مو منطقي، ريحان ما بتقرر هيك قرار بلا سبب. قولي الحقيقة، كيف وصلت لهالمرحلة؟ أنا ما عملت شي أبداً. أصلاً أنا قلت بلكي أنت بتعرفي السبب. لك ريحان بتحبك بجنون، بحياتها ما فكرت تتخلى عنك. يعني أنا ماني فهمانة، شو اللي بده يخليها تفكر بالانفصال إذا ما في مشكلة بيناتكم؟ أكيد أنت عامل شي. خلص نارين، حاجة بقى تلومي، الزلمة مو ناقصه. بس عم حاول افهم شو اللي وصله لهون. ما فيك تقرري انه الحق عليه. طبعا لازم تطلعني انا الغلطانة. لك يا ريتني كنت عامل لشي، يا ريت على الاقل كنت عرفت السبب اللي مشانه هي بدها تتركني. ما خليت طريقة لحتى اعرف شو السبب جننتني وما كانت تحكي. ما بيصير، ما فيها تعلقني فيها وتقرر تمشي. على الاقل تقلي السبب. ما خليت طريقة لأسعدها وماني مزعلة لو بكلمة صغيرة. لو مزعلة كنت قلتلكن. كنت عرفت، كنت قلت أنا السبب. بدها تتركني بهالبساطة بالوقت اللي أنا مستعد ضحي بحياتي كرمالة. كيف قدرت تكسر لي قلبي وتقول هيك كلمة؟ كأني ما بعني لشي وكأنه بحياتها ما حبتني. طلعت بعيوني وبكل بساطة قالت لي إنه بدها تتطلق. أكيد مو بهالبساطة. ريحان اللي بعرفها ما بتتخلى عنك لو شو ما صار. أكيد في شي مخبى. أنا معك بهي النقطة أمير. طيب أنا بحكي معه، رح حاول أفهم شو القصة وبخبرك. بس اهدى، أنا متأكدة في شي. شكرا. تاخدي العقل، فعلا أتقنتي الدور، حتى عيوني دمعوا. طلعي برات الغرفة. ايه شبكي شو ساويت؟ بس اجيت لحتى هنيكي واحتفل معك لأنك سمعتي كلامي وسمعت أنك بحاجة مساعدة. اجيت أعمل الواجب، ساعدتك واتصلت بالمحامي مشان لما يجي أمير يشوفك جايبة المحامي ويتأكد أنه قرارك جدي. هيك بعد المحكمة كل واحد بيروح بحاله. أنتي بتعرفي باب القصر منيح، مثل ما فتي عليه أكيد بتعرفي تطلعي. حلوة هالغرفة والله. كنت بدي أمشي. كنت مصرة أروح، بس أمير يلي ما عم يتقبل الموضوع ما خلاني. بس رح تروحي وهو رح ينساكي، وبعد كم شهر تأكدي إنه ما عاد يذكر اسمك ولا يخطر له أصلا. وأنا ما رح أتذكره، بس مو لأنه نحن الاثنين رح نكون نسينا بعض، لأنه كل واحد محفور جوات التاني
وبباله كل ثانية. هو عايش جواتي وأنا عايشة جواته. حتى لو فرقتينا ما رح تقدري تقتلي الحب يلي بيناتنا. لا أنا رح أنساه ولا هو. بهذا الحكي عم تواسي حالك مسكينة. فزتي بهاي الجولة بس أنا ما خسرت. أنتي ما رح تفهمي هي المشاعر وأنا ما بلومك لأنك ما انحبيتي. يلا طلعي من غرفتي. ليش التعصيب؟ طولي بالك، أنتي صغيرة وظريفة ولسه الفرص قدامك. ما تزعلي ولا تتجاوزي حدودك. أنا بعرف حدودي منيح بس أنا ماني مثلك بستمتع وأنا شايف العالم عم يتوجعوا. طلعي لبرا. عم دقلها وعم يرن بس هي ما عم ترد. متأكدة إنه في إنا بالموضوع. روح لعندها أحسن؟ بشوفها وبحكي معها. إيه أحسن روحي، أنا بوصلك. رح جيب أغراضي. صحيح. ما تفكر إنه خلافي أنا وياك نحل وتتصرف براحتك ومثل ما بدك، يعني موضوعنا رح يتأجل بس ما نسيته. أنا وياك بدنا نتفق ما نحكي بالسيرة ليتصالحوا أمير وريحان. سكوت وما تحكي ولا كلمة مشان ما تعصبني. وأي شي بدك تحكي أجله. أنا متأكد إنه هاي المخلوقة مجنونة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حبيبتي. خمس دقايق وبجهز. كيف كان المشوار؟ انبسطتي بالمدرسة؟ انبسطت. إيه يلا تعي يا حلوة. تعي خليني غير لك تيابك وبعدين اعملي اللي بدك اياه. يلا حبيبتي اسمعي الكلمة. اوبا تعي حبيبتي. هلا نحن مضطرين نروح، فيكي تضلي مع مسال؟ ولو شو هالسؤال هاد؟ طبعا بضل بعيوني. حضر السيارة، طالعين بعد خمس دقايق على القصر. أمي هالفطاير تبعك كتير طيبين. كول يا ابني كول كول كول، ريتو صحة وميت هنا يا روحي. ايه كمل لي اللي صار، قطعت الحديث عن أكتر شي مهم. ايه صح، وقتها خليت ياسين يتصرفوا كأنه سيارة تعطلت ايه. وهن مارقين من الطريق الساحل، وطبعا ياسين فهم القصة وأقنعه مثل العادي إنه يحكي عادي. على كل إن ضلت ريحان خانم والسيد أمير على الساحل لحالهم، وطبعا قعدوا وحكوا، ووقت رجعوا على القصر وشهم منور وكل الزعل راح من بيناتهم. يا أمي أوه إيه ألف الحمد لله.
أبصر شو اللي عم بيدور براسها. كمال بس بدي أطلع لبرا دقيقتين، نسيت شغلة بدي جيبها. ناجي خير؟ شو في؟ اقعد اقعد، افتح لي أدانك، انت بتحب تشارك بعمل الخير مو؟ ما فهمت. ما في شي لحتى ما تفهمه، بدي حط ايدي انا وياك لحتى نصالحهم مع بعض ان شاء الله.